أعمال شغب واضطرابات ضجت بها شوارع بريطانيا عقب شائعات حول تورط شاب ادعى اليمين المتطرف أنه مسلم في جريمة قتل ثلاث فتيات ببلدة ساوثبورت الساحلية في شمال إنجلترا، ليتضح فيما بعد أنه مهاجر ينتمي لعائلة مسيحية. وبالرغم من محاولات السلطة البريطانية لتهدئة الأمور، إلا أن الأوضاع اتخذت منحى أكثر صعوداً نحو التوتر. الجماعات اليمينية اتخذت مناهضة عمليات الهجرة والمهاجرين ذريعة لتبرير احتجاجاتها التي ارتقت إلى مستوى الشغب والهجمات، لا سيما على مساجد وفنادق تؤوي طالبي لجوء، فضلاً عن متاجر بما فيها المملوكة للآسيويين. أكثر من 20 موقعاً متفرقاً في شتى أنحاء بريطانيا، بدءاً من مدينة ساندرلاند إلى بليماوث وبلفاست في أيرلندا الشمالية، شهدوا أعمال شغب شديدة وصلت إلى حد التطرف، ما دفع السلطات للتدخل واعتقال نحو 400 شخص، فيما وجهت اتهامات لأكثر من 120 في جرائم تتعلق بأعمال شغب. الحكومة البريطانية اتهمت شركات ووسائل التواصل الاجتماعي بعدم بذل ما يكفي من الجهد لوقف انتشار المعلومات المضللة بعد السماح بانتشار دعوات الاحتجاجات عبر الإنترنت. عداء اليمين المتطرف للجالية المسلمة لم يولد من رحم جريمة ساوثبورت، كما لم يكن وليد اللحظة، بل شهد مراحل متفاوتة أخرى تضمنت أسباباً اجتماعية وثقافية وسياسية سبقت ذلك بأعوام، فضلاً عن مشكلات اقتصادية طالت بريطانيا بسبب المهاجرين الذين يشكل المسلمون كتلة كبيرة منهم وفق آخر الإحصائيات.